تسويع من زمان ما زلت وصلنا على نهاية حصتنا بالنسبة لليوم. ناس رمضان ما زلت معكم حتى للماضي 3 متاع العشية. باش نمشيو معكم إلى مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي. معنا عبر الهاتف مدام نسرين معلم منسقة برامج بالمركز. مدام نسرين أهلا وسهلا بك. أهلا ومرحبا. شو أحوالك؟ لاباس عليك؟ صافا؟ الحمد لله. الحمد لله يا رب. مرحبا بك ومرحبا. شكرا انت لتلبية الدعوة. دونك مدام نسرين معلم باش نحكيو على المركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي. اون فيت شنو بالضبط المركز هذا؟ المركز هو تحت اشراف وزارة الشؤون الثقافية. نلقاوه موجود في مدينة ثقافة محمد الخال. دونك المركز يخدم اسونسيلمون على حضينة المشاهدية لجملة المؤسسات الناشئة ولأصحاب المشاهدية. احنا اثنين في الدورة الرابعة لحضينة المشاهدية. نجموا اللي يسمعوا فينا ولا اللي يحبوا يكونوا موجودين معنا نجموا يشاركوا في اللابيل اللي موجود، نجموا يلقاوه على الريزو سوسيو نتاعنا ديك دي تي او. دونك اسونسيلمون اي شاب ولا اي شاب عنده فكرة مشروع يجمع بين الثقافة والفن عن طريق التكنولوجيا الحديثة ينجم يكون موجود في الحاضنة المشاريع هذه. زادا نخدم على تركيا، زادا نخدم مع ليزارتيست اللي عندهم أفكار وإلا عندهم مشاريع يسمنوا فيهم الموروث الثقافي التونسي الميدي ولا الميدي عن طريق التكنولوجيا الحديثة. زادا نخدم على تمويل العمومي للجمعيات. احنا سنة زادا موجود لابين نتاع تمويل العمومي للجمعيات على الباج فيسبوك نتاعنا. دونك الجمعية اللي تخدم على الموروث الثقافي ولا تخدم على الفن بطريقة حديثة ومبكرة نجموا يكونوا موجودين، نجموا ينجم يشاركوا في الابيل هذا. دونك احنا جينيرالمون التيك دي تي هو جمع للثقافه والفن عن طريق التكنولوجيا الحديثه. احنا اليوم نعرفوا اللي احنا في عصر الصناعات الثقافيه الابداعيه وعندنا موروث ثقافي سامحني احنا نقولوا تونس اللي هي في تامجيه في الوباغ. علاش لا هالموروث هذايا ما يكونش موجود وما يكونش الشباب نتاعنا ينتفع فيه عن طريق الصناعات الثقافيه الابداعيه. بالضبط. بي دونك الدكتوره حياه قطات القرميسي وزيره الشؤون الثقافيه ضيفه النشر الرئيسيه للاخبار الحديث عن برامج وزاره الشؤون الثقافيه والانشطه الثقافيه في شهر رمضان. دونك كانت قد برمجه ثريه ومتنوعه بكامل تراب الجمهوريه عامة والجهات الخاصة. دونك ببين المدينة لمركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي برنامج اقتصادي ثقافي رقمي إبداعي يضفي حلة احتفالية على معالم المدينة العتيقة عن طريق إنارة أبواب مدينة تونس، وباش تكون نقطة الانطلاق والبداية لهذا البرنامج بباب منارة، وهذا بالتعاون مع المعهد الوطني للتراث. دونك حبيت نزيد ناخذ أكثر تفاصيل. دونك مدام نسرين معك، البرمجة هذه باش تكون معناتها في رمضان كهو؟ هي البرمجة كي نلاحظ ببين المدينة، وكي قلنا اللي احنا باش نبداو السنين بباب منارة في شهر رمضان. دونك البرمجة هذه باش تكون مش سبيسيالمون شهر رمضان، مي باش نكونوا نخدموا عليها على سيرة السنة. دونك أول البداية باش يكون باب المنارة اللي هو باش يكون نقطة انطلاق ولا بداية برمجة إن شاء الله باش تكون بتتوسع على مدى العام. نعرفوا اللي أثار المدينة العتيقة فيها جملة من الأبواب، علاش ليه هالأبواب هذوما اللي باش يكون موجود ولا العباد اللي تحب تسمع ولا تحب عندها فكرة على أبواب المدينة العتيقة بالبرنامج نتاعنا يكتشفوا ويتعرفوا عليهم بطريقه اللي هي حديثه ومبتكره. كما سبق وحكيت مشو احنا سنين باش نبداو بباب المناره، باش يكون عندنا باركور ولا تيريبي يجمع جمله من النقاط ولا جمله من المعالم اللي موجوده متوفره بالمدينه العربيه في تونس. دونك كما نحكيو على جنه المجهول، كما نحكيو على ترجمان العالم اللي موجود بباب المنارة، كي نحكيو على باب المنارة اسمه هو باب المنارة، علاش ديما نقولوا باب المنارة يدوي على البراني، هل المقولة ولا هالمأساة اللي نسمعوا فيها ديما، شنو اللي وراها، شنو سبب هالجملة هذي. زادا نلقاو في ساحة الأقصر جملة من الأنشطة اللي البرمج يعتزم تركيزها بساحة الأقصر، كما زادا باش يكون بدار حسين اللي هو
اللي هو الفضاء ولا المجال للمعهد الوطني للتراث، باش نلقاو اون انستالاسيون انتراكتيف اللي سبق وكانت موجوده بجربه خلال القمة الفرنكوفونية. دونك احنا لهوني كنا جمعنا جمله من النقاط ولا المعالم الاثريه الموجوده بباب المناره بطريقة مبتكرة أو حديثة، وهالباركور هدايا يخلي الزائر ولا المستكشف يعيش التجربة ومنطقة يتبدا عنده فكرة على هالموروث الثقافي الموجود بالمدينة العتيقة. كما زيدا نقولوا اللي احنا البرنامج متاعنا مش نخدم فيه وحدنا، لكن نخدم فيه بالتعاون وبالشراكة مع جملة من المؤسسات الناشئة اللي هما زيدا يخدموا على السياحة الثقافية الإبداعية. فوالا دونك، وأنا حتى البرنامج توا ديجا قديمي ألوغ لا، فما العديد من الأنشطة الممتازة. دونك نعاود ذكر لي في البرنامج مسار ثقافي تفاعلي رقمي يمتد من الجندي المجهول كما قلت أنت مرورا بباب منارة فساحة القصر وصولا إلى المعهد الوطني للتراث دار حسين. دونك باش يكون زاد فما عرض فريد من نوعه بتقنية التركيب الضوئي التفاعلي بباب منارة، المختبر الإبداعي المتنقل بساحة القصر بمختلف ورشاته. دونك فما زاد عرض تفاعلي رقمي إلكترو كوفي بدار حسين. دونك سينو التقديم والتعريف بمجلة من مشاريع أصحاب المؤسسات الناشئة التي تثمن الموروث الثقافي للمدينة العتيقة بتجارب رقمية غامرة، وهذا كل ديما يبقى في هدف ممتاز اللي هو تثمين الموروث التاريخي بطريقة معاصرة عبر استخدام التكنولوجيا الحديثة والمتطورة. دونك ميرسي بوكو ليك مدام نسرين معلم منسقة برامج بمركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي والرقمي. إن شاء الله يا ربي نرجع لك في فرص واحدة أخرى ولنا للحديث بقية. ميرسي بوكو، شكرا لك مدام نسرين معلم. عايشك الله يخليك، شكرا. يا ربي يعاونك وشهية طيبة يا مدام. ميرسي بوكو. ميرسي أبو. يلا سينو ميرسي بوكو ليكم انتم زاد المستمعين نتاعنا كل ما ساعتين و14 دقيقة. دونك التفاصيل تلقاوهم مرة أخرى على لي باج فيسبوك نتاعنا راديو كاب اف ام ولا انستغرام ولا حتى اليوتيوب. زاد طقس سخون، الدنيا ماشية وتسخن، بدينا نحسوا بريحة العشوية. يلا سينو طلعوا في الموسيقى نتاعنا، طلعوا في الصوت، خليكم معنا. ناس رمضان مازالت متواصلة معكم حتى للمضي 3 نتاع العشية بعد موعد اخبار جديد. راجعين.